اخبار اليوم. شعورك ايه يا فندم؟ معلش اتفضلي قولي لنا شعورك. شعوري يعني ام يعني كانت حاسه بشعور مخيف، ولكن الحمد لله كل ايمان وربنا كبير. اول ما اطمنتي على بنتك، اول حاجه في دماغك كانت ايه؟ اطمن على البلد كلها، وان ربنا يحمينا يا رب ويحمي بلدنا. اسم حضرتك ايه يا فندم؟ اميره عثمان. بنتي نهال البرغوثي. طبعا اللي بتقدي تخصني اذا كان اي حد مش بنتي بس. دارت على موبايل. اما ببص بعديها بشويه كده لقيت يعني بينزلوا من الطياره، وبعدين لمحت بنتي هي اللي واقفه بتنزلهم، يعني بنتي واقفة على سلم الطيارة. عرفتها تصور يعني كان من بعيد، بس عرفت بنتي. صرخت، بقيت أقول نهال، وطلبتها طبعا مغلق، تليفون مغلق. بقيت أقول يعني بنتي هتروح، يعني عارف إزاي. وبعدين الحمد لله بعد تقريبا ساعة، ساعة إلا ربع، ردت علي وطمنتني، بقت تقول لي ما تعيطيش. أنا كنت منهارة جدا جدا، لكن ربنا كبير وربنا هيحمي مصر. وبجد من جوايا يعني ما اعرفش، انا بحس ان ربنا دايما هيحمينا ويبعد عننا كل اذيه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحمد لله على السلامه يا فندم.